كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة في قناة شمس شموسة هنقدم لكم موديلات اولاد سن محير للعيد باذن الله. كل سنة وانتم طيبين. اللي يشوف الفيديو ما ينسناش باللايك والشير، واللي يشوف القناة بتاعتنا اول مرة ياريت يشترك فضلا وليس امرا، ويفعل زر الجرس عشان كل ما ننزل حاجات جديدة من قناة شمس شموسة توصل لكم باذن الله. موديلات جميلة جدا جدا، وكلنا عارفين طبعا السن المحير ده لا هو بيبقى من الاطفال الصغيرة ولا هو كبر كده وبقى شاب وجميل، فالموديلات بتاعتهم دايما محيرة والسن بتاعهم بيبقى محير، عشان كده بيسموه موديل محير. هنشوف كده موديلات جميلة حلوة قوي، هيطبع عليها كلها معظمها الشورتات، يعني ممكن طبعا بيستخدم التيشيرتات الجميلة جوه القمصان على بنطلون لو حابين. طبعا كلنا العيد الصغير كان شتاء، فكانت معظم الموديلات شتاء او الموديل الخريفي. ان شاء الله في العيد دوت هتبقى الموديلات بتاعتنا كلها صيفي كده وحلوة، وان شاء الله برضو هنعمل فيديوهات تانية للشبان الكبار كده، بحيث لما قبل العيد نشوف الموديلات الجميلة كلها. هسيبكم كده تكملوا مع بعض الموديلات الحلوة دي. طبعا الموديلات دي بقسوا اولاد، البنات بقى ليها طبعا فيديوهات تانية وحاجات تانية، وموديلات الجميلة كلها بتطلع للبنات الحلوة. وكل سنة وانتم طيبين، تابعوا بقى الفيديو للاخر. التيشيرتات هنا شكلها شيك جدا وحلوة، والخامات بتاعتها كمان جميلة. اللي عايز ان متنسوش يقولولكوا تعليقاتكم، مستنية تعليقاتكم كلها، وعايز اعرف رأيكم في الموديلات الجميلة دي، الالوان الجميلة دي بقى الحلوة دي كده. الاصفر ده بيبقى لونه جميل جدا كده وفاتح كده، غير بقى التيشيرتات المنقوشه دي والقمصان المشجره، ده كل واحد ليه موديله والحاجه اللي بتناسبه. متنسوناش يا حبايبي كده بالتعليقات الحلوة واللايك الجميل اللي بيرفع القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين حبايب شموسة.